سادة ضيوف محافظة الغربية، أهلا ومرحبا بكم في جمهورية زفتة، أول جمهورية عرفها المصريين في القرن العشرين. واليوم نرحب بكم من زفتة في القرن الواحد والعشرين مع الجمهورية الجديدة، جمهورية الإنسان التي أسسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أهلا ومرحبا بكم في حياة كريمة. السيدات والسادة الحضور، عكفت محافظة الغربية على مدار الثلاث أعوام السابقة على تنفيذ رؤية الدولة المصرية في التخطيط والتنفيذ والإبداع، فتحولت الغربية من حال إلى حال وتغيرت ملامحها بشهادة القاصي والداني، فكان شعارها دوما العمل ثم العمل ثم العمل. واسمحوا لنا أن نشاهد مع حضرتكم أبرز المشروعات المنفذة خلال الأعوام الماضية. الماضي. سنؤسس لمصر المستقبل دولة قوية، محقة، عادلة، سالمة، آمنة، مزدهرة، تنعم بالرخاء، تؤمن بالعلم والعمل، وتدرك أن خيراتها يتعين أن تكون من أبنائها ولأبنائها.
تقريبا كل المناطق الخطر اللي احنا بنتكلم فيها منظرها زي المنظر ده وقد يزيد. وأرجو إن الناس المصريين ينتبهوا للكلام اللي أنا بقول عليه ده. أنت بتدي للمواطن ده اللي كان قاعد في أمر أنت ما تتخيلوش وأكيد ما ترضاش بيه، بتديله شقة من دي؟ طب ده حد في العالم عمله غيرنا؟ لا والله ما حد عمله غيرنا. والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا. الدول التاسعة للتقدم والازدهار بتفتح شرايين في أراضيها بتتمثل في الطرق والاستثمار حول هذه الطرق، فما كانش برضه في خيار تاني غير إن إحنا ندخل في برنامج ضخم جدا لإقامة شبكة طرق كونية. ربط الدولة اللي شايفه حلم او خيال اوصف الجمال ده قول في ايه اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عامله ايه ده اللي شايفه خيال محروسة وطول عمرها كبيرة بناسها وجنينها وتاريخها. مصر بتبني دولة قوية، دولة حديثة، واللي بيحصل على أرضها النهاردة ما حصلش من أكتر من 150 سنة. أماكن كتيرة بتتطور وتتحدث عشان يرجع لها رونقها.
رغم من كده عملنا كده، وده ودي المعجزه. السيدات والسادة الحضور، معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ما رأيتموه اليوم أمام أعينكم هو كان نتاج لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أسس للجمهورية الجديدة وسعى لبناء الإنسان المصري بناء متكاملا وصحيا وعقليا وثقافيا، إيمانا من فخامته بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونته وانتصاره ومجده. فمصر الجديدة القوية الحديثة المدنية والديمقراطية هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتتناسب مع تطلعاتهم. السيدات والسادة الحضور، والآن ولنتعرف على عرض تقديمي عن خريطة للمشروعات التي يتم تنفيذها في مشروعات حياة كريمة بمحافظة الغربية، وليتفضل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء الكرام، السادة الحضور، يشرفني أن أرحب بحضراتكم في مركز زفتة محافظة الغربية، بالتحديد في قرية نهطاي إحدى القرى المرشحة لافتتاح الرئاسي. إحنا النهاردة عندنا في مركز زفتة 9 وحدات محلية، 54 قرية، 88 تابع. بيسكن هذه القرية 599 أو بيسكن في زفت 599 ألف نسمة. عدد المشروعات 1000 مشروع بإجمالي تكلفة حوالي 4.5 مليار جنيه. الجدول اللي قدام حضراتكم بيبين محاور التنمية ونوع المشروعات، عدد المشروعات الإجمالي الجاري عمل فيها قد إيه، لم يبدأ قد إيه تم منه، ونسبة التنفيذ لكل مجال من المجالات، وأيضا التكلفة. إحنا فضل الله نسبة التنفيذ عندنا وصلت ل 61% من المستهدف. لو أخذنا مجال منهم زي الصرف الصحي على سبيل المثال، هنلاقي عندنا 140 مشروع في قطاع الصرف الصحي، نسبة التنفيذ 71.5%. بيقتسم هذه المشروعات ما بين الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب. الهيئة القومية عندها 57 مشروع. العمود الأولاني بيوضح المشروعات أو نوع المشروعات، محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار وطرد. العمود الثاني بيوضح قد ايه من المشروعات تم نهو، ثم المشروعات الجاريه ونسب التنفيذ فيها، واخيرا المشروعات التي لم تبدا. في الحقيقه احنا عندنا في الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف فقط مشروع واحد لم يبدا، وهو شرشابه، وده كان نتيجه لتاخر في استلام الارض. الحمد لله تم تسليمها خلال الاسبوع الماضي. عندنا 12 محطه رفع، وان شاء الله يكون موعد تسليمهم ما بين 30/7 و30/8. التواريخ الموجوده تحت دي يا فندم هي التواريخ اللي تم تحديدها مع معالي المستشار السيد رئيس الجمهوريه لحياه كريمه الفريق محمد فريد حجازي. لو دخلنا على شركة مياه الشرب والصرف هنلاقي عندنا 83 مشروع مقسمين ما بين مد وتدعيم ووصلات منزلية ومحطتين رفع. الحمد لله تم نهو معظم المشروعات إلا 12 مشروع وصلات منزلية، إن شاء الله مخطط ليهم يكون 30/6 أو 5/7 بإذن الله. أما مشروعات المية احنا قطعنا فيها شوط كبير جدا، 98.7 لحوالي 129 مشروع ما بين مد وتدعيم ووصلات منزلية وإحلال وتجديد وحدات معالجة منجنيز. هي اللي متأخرة شوية لأنها بدأت متأخر، إن شاء الله يعني في خلال 30/8 نكون أنهينا مشروعات المية تماما. لو بصينا على الكهرباء هنلاقي عندنا 108 مشروع بنسبة تنفيذ حوالي 58% مقسمة إلى شبكات ومهمات. ابتدينا نهينا 6 مشروعات وبدين في باقي المشروعات، ما فيش مشروعات لم تبدأ، ناقص لنا مجموعة من التوريدات وللمحولات والأكشاك. ودايما احنا فندم بنكتب تحت كده المطلوب عشان نذكر نفسنا بإيه الايتمز اللي فاضلة عشان نبتدي نحدثها أسبوع بعد أسبوع ونتابع تحديث هذه المعلومات. تاريخ نهو أعمال الكهرباء بإذن الله هيكون 30/9. حضرتك عارف انه بعد الكهرباء بيدخل الغاز الطبيعي، واحنا عندنا 54 مشروع غاز ل 54 قريه، الى جانب توسعه لمحطه الغاز الموجوده في زفته. الحمد لله كل المشروعات في الغاز بدات ما عدا 5 مشروعات، ومشروع التوسعه ايضا لم يبدا. الخمس مشروعات فيهم مشروع انتهى الصرف الصحي فيه وجاهز للبدء، واربع مشروعات ان شاء الله لما يوصلوا ل 50% زي تعليمات معاليك هنبتدي فيهم باذن الله. إنما تاريخ النهو عندنا 21/7 بالنسبة للشبكات الداخلية، والشبكات الخارجية 30/7 بإذن الله.
لو بصينا على الاتصالات يمكن هي اقل حاجة، وده طبيعي جدا لانها بتيجي بعد المرافق كلها، اخر خطوة من المرافق. 54 مشروع تم نهو 7 فقط، والجاري العمل فيه 19 مشروع، ونتوقع بإذن الله أنه في 21/7 يكون تم نهو كافة المشروعات. التربية والتعليم قطعنا برضو فيها شوط كبير جدا، تقريبا معظم المشروعات خلصت بنسبة تنفيذ 99%، هم كانوا 83 مشروع. يتبقى لنا فقط مدرسة تعليم أساسي موجودة في نهطاي، وهي أمام الخيمة اللي احنا متواجدين فيها، ومشروع واحد للصيانة، واحنا بنسبة متقدمة جدا إن شاء الله المدرسة الوحيدة اللي فاضلة إن شاء الله في 30/12 نكون أنهيناها. الشباب والرياضة واللي تقوم بتنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالي، عندنا 30 مشروع ما بين رفع كفاءة وإحلال وتجديد وإنشاء جديد، ابتدينا في كل المشروعات ما عدا 7 مشروعات إنشاء جديد، ودي كانت مشكلتهم حضرتك موضوع استلام الأراضي. الحمد لله بفضل الله الأسبوع الماضي تم تسليم كافة الأراضي ما عدا قطعتين أرض في حنون وفي دهتورة. دهتورة دي تبع للري، وحنون إن شاء الله هنستلمها الأسبوع القادم. نتوقع تاريخ النهو حسب ما تم تحديده انه 30/8 باذن الله. تلاحظ حضرتك انه تحت حطينا ايقونه جديده اللي هي نهطاي وتفاهنا، اللي هم القريتين اللي ضمن ال 14 قريه المرشحين للافتتاح الرئاسي، ودايما بنذكر نفسنا ايه اللي فاضل فيهم عشان نتابعهم وننهيهم ان شاء الله قبل ما فخامه الرئيس يؤمر باذن الله ان نكون واحده فيهم في الافتتاح الرئاسي باذن الله. اما قطاع الصحه فقطعين ايضا في شوط كويس جدا، 24 مشروع ما بين تطوير شامل ورفع كفاءه. برضو نزع المنكيه كان اخرنا شويه، لكن الحمد لله سلمنا الاراضي كلها ما عدا ارض ايضا موجوده في دهتوره. تاريخ النهو لكل المشروعات ان شاء الله 30/11. مشروعات الاسعاف عندنا 8 مشروعات، رفع كفاءه 6 و2 انشاء جديد، كان في مشروع تبرع من احد المواطنين هننهي ان شاء الله في 30/7 ما عندناش اي مشاكل. المجمعات الحكوميه ايضا نسبه التنفيذ عاليه 78%، عندنا 8 مواقع 6 تم نهوهم و2 على وشك الانتهاء ان شاء الله في سيمبو وفي تفاهنا العزب، موقع فقط كان متاخر شويه سند بسط عشان برضو عمليه استلام الاراضي، وفضل الله من يومين تم استلام الارض الحمد لله. المجمعات الزراعيه نفس الموضوع برضو نفس العدد تقريبا، لكن النهو 5 مش 6، جري العمل في 3 بنسبه حوالي 90%، وفاضل مشروع واحد هو النزع ملكيه واستلمنا الارض، وان شاء الله الساحل الشمالي بيستلمها ويبتدي يخلصها باذن الله على 30/9 باذن الله. مشروعات الري لانه عدد الترع عندنا كبير جدا والاطوال بتاعتها كبيره، عندنا 24 او 34 مشروع تم نهو 9، في 13 ناقصين بنسبه التنفيذ 26%، انما في 12 كان في تاخر في عمليه الاسناد واعاده الطرح، وان شاء الله يكون موعد النهو 30/12. الكباري ايضا قطعنا فيه شوط كبير، 19 مشروع انشاء كباري، خلصنا 16 مشروع، متبقي 3 كان فيهم مشكلات في المرافق الموجوده في المكان بتاع وضع الخوازيق بتاع الكباري، انما الحمد لله موجودين امام حضرتك تحت، واحد فيهم 9% و5% و3%، يعني ابتدينا الشغل فيهم. نتوقع ب 15/7 ان شاء الله نكون انهينا الاعمال في كافه الكباري. اما قطاع التضامن الاجتماعي فعندنا 11 مشروع بنسبه تنفيذ 44%، وعندنا ايضا مشكله في 3 مشروعات، كانت الاراضي هي المشكله، اتحلت الحمد لله ما عدا ارض واحده في دهتوره ايضا اللي هي كانت تابعه للري. مشروعات التنميه المحليه الاسواق والمواقف، ودي تم طرحها من خلال المحافظه، الحمد لله الانتاج الحربي ابتدى يشتغل فيها، عندنا 8 اسواق و5 مواقف، احنا بس طرحنا 5 اسواق منهم لان متبقي لينا مبلغ من المال نتعشم لو معاليك توافق ان احنا يعني نطرح بيه 3 اسواق اللي فاضله، اما المواقف كلها اتطرحت ابتدينا في 2 متبقي 3، ونسبه التنفيذ فيهم عاليه حوالي 52%. تاريخ النهو متوقع ان شاء الله بعد 3 شهور اللي هو 15/9 باذن الله. حمايه مدنيه عندنا 8 نقاط حمايه مدنيه، في 4 جاري العمل فيهم ولم يبدا في 4، وان شاء الله تاريخ النهو 15/9 زي الاسواق والمواقف، والانتاج الحربي هي اللي بتنفذهم. اما مشروعات الطرق طبعا طبيعي انها لازم تكون متاخره شويه نتيجه لانها بتيجي بعد كل المشروعات بعد الصرف والميه والكهرباء والغاز والاتصالات، انما بينفذها هيئه الطرق وايضا جهاز تعمير الساحل الشمالي. يمكن لكثرة عدد الطرق الداخلية اللي موجودة داخل الكرة بتاعتنا هو ده اللي معطل الدنيا شوية، إنما احنا الحمد لله يعني ابتدينا في 7 كرة، وتباعا بإذن الله نكمل باقي الكرة، متوقعين إن شاء الله 30/12 نكون أنهينا كافة مشروعات الطرق. السكة الحديد عندنا 3 محطات في نطاق زفتة، أنهينا مشروعين ناقص مشروع واحد، ب 30/12 إن شاء الله يكون تم نهو في محطة قطار السملاوية.
البريد عندنا 27 مشروع قاطع شوط كبير جدا، 26 مشروع تم منه، باقي مشروع واحد في 30/10 ينتهي بإذن الله. أما نقاط الشرطة عندنا 9 مشروعات، نسبة تنفيذ حوالي 60%، 5 رفع كفاءة و4 إنشاء جديد، نهو 3، عندنا جاري 5، بنسب تنفيذ تتراوح من 30% لـ90%، باقي لنا مشروع فقط كان مشكلته برضو في استلام الأرض، لكن تم استلامها أول امبارح وإن شاء الله يتم تسليمها للشرطة وبدء التنفيذ، تاريخ النهو 20/8 بإذن الله. مشروعات قطاع المحمول يعني هي بتاخدش وقت كتير في التنفيذ، عندنا 48 مشروع عن هنا 5، باقي 43 مشروع، تاريخ النهو ان شاء الله 30/12. احنا ادينا تصريح ل 16 برج من الابراج المحمول ومتبقي حوالي 27، لسه الاتصالات لم تحدد المكان اللي هيحطوا فيه هذه الابراج. المجمعات السكنية عندنا مجمعين، كان في 6 لغينا 4 فاضل 2، نسبة التنفيذ يعني تباعا لانها ابتدت متأخرة، ان شاء الله ننهي على 30/8 باذن الله. مشروعات سكن كريم عندنا 1737 وبإذن الله تباعا نبتدي فيهم، لكن في بعض الجمعيات الأهلية زي الأرمان على سبيل المثال قامت بتجهيز حوالي 7 منازل، وتباعا بندي في كل قرية لكل جمعية مجموعة من المنازل عشان يأهلوها بنفسهم لحين لما نبتدي موضوع سكن كريم. أخيرا المجمعات الحرفية، وإن شاء الله يعني تباعا كده مع وزارة التنمية بننظر فيها ويتم البدء فيها قريبا إن شاء الله. نشكر حضرتك ومزيد من العطاء والتنمية، شكرا من حضرتك. السيدات والسادة الحضور، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري تؤتي اليوم أولى ثمارها في الغربية من داخل قرية نهطاي، أولى القرى التي بدأت في تحقيق أرقام كبيرة في تنفيذ نسب المشروعات. وتشرفت اليوم القرية بل تشرفت المحافظة بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروع القرن، نعم مشروع القرن الذي سيغير حياة المصريين للأفضل. واسمحوا لي أن نستعرض مع حضراتكم أهم المشروعات التي تنفيذها في قرى حياة كريمة في زفتة. حياة كريمة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية. وأقول لكم إن أنا زمان يعني كنت لما بمشي وأشوف يعني مناطق ظروفها صعبة، فكنت بحلم إن ده يتغير. وبعدين كنت أقول لو أنا معايا أموال خاصة بي يا رب أنا هغير الكلام ده، صدقوني. فكنت أقول لو يعني 100 مليار يبقى كفاية ولا لأ وكده، فكان اللي يسمعني يقول لي أنت بتحلم أنت، ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده، اسمعوني كويس. فجي ربنا قال لي طيب أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس، أنا هخلي معاك البركة، هخلي معاك البركة، وريني هتعمل إيه ببلدك وهتعمل إيه لناسك، هتغير صحيح، هتصلح أحوال صحيح، هتراضي الناس صحيح، هتسعد الناس صحيح، يا رب أكون أهدر.
متشيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الاهم. المصر هو ابن البلد، دي مصر بالنسبة له. ايد واحدة نبني كلنا، هم انت برضو همنا، وده كله فضل وخير كتير من ربنا واخر كرم. وبلدنا دي ما تنساش، في الشدة ما تستناش، حققنا احلام وتكون عارف. تقلد انت مصر ومحافظة الغربية يا فندم. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك دكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية. احنا دلوقتي يا فندم موجودين قدام مشروع تبطين ترعة ام عبد العال، تم تبطين 960 متر بنسبة تنفيذ 33%. شكرا، واي اوامر تانية يا فندم؟ زفتة محافظة الغربية، مشروع إحلال جزئي لمدرسة الشهيد النقيب أحمد المرعز الثانوية المشتركة. والله العظيم ان الحاجه دي تبقى حاجه معموله ترضينا او ترضي ربنا ثم ترضينا. بعلم الوصول قلنا وكتبنا عهدنا، هنعيش كلنا في ظل سقف واحد. بعلم الوصول مصر في وقت الشده قادره تحضن ولادها وتعيد المشاهد. بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا ولاد الاصول. بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا ولاد الاصول. كان في بلدنا في ناس كل معهم في القطن، بسكنا في ملامحهم على قد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان على الحال ده بقاله زمان، وهو كل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دقيق. نعم لدينا حلم، حلم عظيم كعظمة وطننا العزيز مصر، حلم نسعى لتحقيقه من أجل الأبناء والأحفاد. هي دي حياة كريمة، هي دي الجمهورية الجديدة، هي دي مصر اللي دايماً رئيسنا يقول عليها مصر أم الدنيا، وهتبقى قد الدنيا، قد الدنيا برئيسها، قد الدنيا بشعبها،
قد الدنيا بجيشها وبحكومتها. فلتحيا دوما مصر عظيمة أبية وقادرة على صنع التغيير. سيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، نستأذن حضرتك يا فندم للبدء في الجولة الميدانية لمتابعة المشروعات.